بتاع ازاي المبرمجين يلا بينا نعمل ابليكيشن كامل بانجولار فيرجن 17، وده احدث فيرجن في انجولار ومختلف تماما عن كل الاصدارات اللي قبله، سواء كسينتكس او اس اس ار او حتى الطريقه اللي بنعمل بيها داتا بايندينج. انجولار هو فرونت اند فريم ورك، يعني بنعمل بيه الواجهه الاماميه للمواقع، يعني اي حاجه بتشوفها لما بتدخل الموقع. كل فيو بتشوفه على الشاشه بيكون في انجولار عباره عن كومبوننت، والكومبوننت نفسه عباره عن 3 اجزاء: التمبلت، وده كود اتش تي ام ال عادي بس فيه انتربوليشن وداتا بايندنج، وكود السي اس اس، وده ممكن يتكتب باي سي اس اس فريم ورك زي ساس، وكود الجافا سكريبت او التايب سكريبت. وهنا بنكتفي بالاكواد البسيطه اللي بتتحكم في الفيو، اما اللوجيك والاكواد التقيله زي لما بنجيب داتا من السيرفر بننقلها للسيرفيس. نقدر نتحكم في البيهيفير بتاع الكومبوننت عن طريق الدايركتيفز، تقدر تعتبرها كده الكونفيجريشنز بتاعت الكومبوننت، حاجه كده زي الاتريبيوتس بالنسبه لل HTML تاجز. الداتا اللي جوه الكومبوننت نقدر نتحكم فيها عن طريق البايبس، وهي عباره عن فانكشنز عاديه بتاخد فاليو وبترجع الفاليو الجديده، زي مثلا لو عايز تحول تكست للابر كيس ممكن تعمل فانكشن تاخد التكست وترجع تكست جديد مكتوب بحروف كبيره. في الاصدارات القديمه كان في حاجه اسمها موديول بيربط الاجزاء دي كلها ببعض، بس اتلغت فمش هنتكلم عنه في الكورس ده.